بالمناسبه بس خلينا مع الموضوع ده شويه. النهارده المباراه الاخيره لسليف كوليبالي. سليف كوليبالي اعطى مجهود كبير خلال الفتره اللي فاتت للنادي الاهلي، والحقيقه كل التقدير لهذا اللاعب اللاعب المحترم الحقيقه سليف كوليبالي، واحد من اللاعبين المحترمين اللي خلال الفتره اللي فاتت ما شفناش منه اي حاجه وحشه، اعطى للنادي الاهلي الكثير. نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه في اي مكان هيكون متواجد فيه. نرجع مره ثانيه لمباريات النادي الاهلي مع الانديه الكونغوليه.